قايد منذ أيام نبه على ضرورة احترام رموز الدولة. أين رموز الدولة؟ أن تكون هناك دولة المنقلب بدبابته يمثل الدولة؟ الذي يغلق البرلمان يمثل الدولة؟ الذي يهاجم الآمنين في بيوتاتهم في كسر قفصة وفي قفصة يمثل الدولة؟ بالأمس أو الأمس نظمت جمعية بقفصة، نعم، أسسها الشخصية الثقافية الممثل الكوميدي الجونتي المحترم العربي الغريب الوجه المعروف، الناس الكل تعرفه على مستوى تونس وفي سويسرا. العربي غريب، العربي غريب معروف، وهو قائد كشفي متميز. كلنا تربينا يعني على أيادي العرب غريب وأخوه نور الدين غريب وصدقي غريب. هذه عائلة كشفية، عائلة محترمة، عائلة من المناضلين أيضا، عائلة محترمة وعائلة فلاحة. فالعربي هذا عنده جمعية، فيمشي للكويت لبيت الزكاة الكويت ويفتك من الدولة الكويتية هبات وتبرعات وتدخل البنك المركزي، وتكون بطريقة رسمية تدخل تونس وتقدم بطلب لابني مدرسة وابناء مركز في ولاية زيد لتستفيد منه الجهة اللي يحب يعطر اللي يحب يكمل. مهم جدا، العربي غريب هذا حسب معطياتنا هو مقيم في مقيم في سويسرا مش في تونس، والجمعية هنا في كسار قفصة تحت إشراف نور الدين غريب الوجه الكشفي المعروف. جمعية شنية خيرية؟ شو جمعية؟ جمعية خيرية ثقافية تبني بنت مركب ثقافي فيه مستوصف وفيه مسجد، وهو تحت تصرف كامل أبناء الجهة، وفي رمضان يعطون حتى يعني إفطار جماعي للإخوة في ولاية سوق معناها الذاهبين للجزائر، وتقدم إعانات مدرسية. بالأمس أرادوا تكريم حفاظ القرآن الكريم من كامل تراب الجمهورية، وأعلموا كل السلطات الجهوية المندوب معناها وزارة الشؤون الدينية في إطار القانون، في إطار القانون، وأعلموا واكتروا مقر منتزه عام، وأعلموا الولاية وأعلموا المنطقة، يداهمهم الأمن ويروعون الآمنين وآبائهم معهم. لعل ثم شبهة الرهاب، لعل شبهة ماذا؟ هذه جمعية تشتغل من بداية الثورة، كل حساباتها رسمية، كل أموال عندها 28 ألف دولار محجوزة في البنك المركزي، جتهم من بيت الزكاة الكويتي، يعني فيروسي ومرواطة ما عند الدولة، ما عند الدولة الكويتية. وكل الأنشطة يأتي سفير الكويت أو ممثل السفارة للتدشين، وجرمهم السيد حسين تكريم حفاظ القرآن. لو أرادوا قيام بحفر ريفيون لكرمتهم الدولة. لكن يا سيف وين هم الآن؟ هم الآن بيتين على الصاقة، بيتين على الصاقة. كم من فرد؟ كم فرد؟ هم خمسة أفراد. العربي غريب ونور الدين غريب، على العلم هو نور الدين مريض، وحسين غريب، وأيمن شعبان أيضا مريض، ورئيس النيابة الخصوصية السابق فوز تليلي، رئيس النيابة الخصوصية السابق فوز تليلي معتقلون. حكم التحقيق تفاجأ، قال ليس لدي ملف، وتفاجأ أيضا بأن الجرجان يطلبهم لتونس غدا. هذه معلوماتي خاصة، أنا ابن جهتي، نعم، وأمثل الجهة. تخلوا الملف، تخلوا، لأن الجرجان في تونس طلبهم بتهمة تبويض أموال غدوة الصباح. أبناء قفصة الأحرار ينقلون إلى تونس، والله أعلم بهم. أخوي حسين، ومن عجب الأقدار أن العرب غريب في هذه الأيام من سنة 1984 في أحداث الخبزة، لأنه قام ليدافع عن خبزة الزوالي لردها بورقيبة ب270، يحمل في هذه الأمانة بعد يومين أو ثلاث، يحمل إلى وزارة الداخلية هو وأبناء قفصة ليساموا سوء العذاب ويعذبوا. يخرج العرب غريب ويعفو عن جلده. للأسف الشديد، بعض المعطيات، احنا كما قلنا هذه المعطيات أولية، هو أنشأ مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب بشراكة كويتية كما قال الأستاذ فريد. هذه صورتهم، نعم، هذه الصورة في الخلفية، وهو معاه مجموعة خمسة أو ستة سنين، نعم، معاه مجموعة، نعم، بشراكة كويتية رسمية، راهو تمويل كويتي، الدولة الكويتية، نعم، مركز مجهز بأحدث التقنيات وبقاعة تدريس حديثة، معناتها هذا المعطى المهم جدا.
فيها مبيتات للأولاد والبنات ومطعم مجهز بأحدث المعدات واللوازم، وزد قام بناء جامع ومستوصف وشراكة أهلية فلاحية لأهل المنطقة. يعني هذا المجهود الجمعية هذه، وما زال تقدم يعني راسل الدولة في أنه يريد بناء مدرسة إعدادية في جزء من مدرسة 4 ديسمبر 52 القديمة المهترئة. نعم. وقال التمويل موجود، وتقدم بطلب لبناء مدرسة في حي عمر سليمان بعيد على الكسر، أولادنا الصغار يشقوا سكة القطار، ونحن صغار أكثر من طفل يدهسه القطار لأنه صغار ويمشي وحده. صح. فحب يبني لهم مدرسة دون الريسك انت يشقوا السكة وتقع كذا. والطلب الآن موجود والدولة ماهيش موجودة، والجمعية على ما ينظم يبني مستوصف ولا مدرسة يرجع المفاتيح للدولة. الدولة هي التي تشرف على المدارس. الآن المستوصف بتاع أولاد زيد هو مستوصف، يعني هو تحت تصرف الدولة. معناه هذا شخص مقيم بسويسرا ولبس عليه وفرحان، شو يعمل بها تونس؟ خلينا نحكي بصدق، شو يعمل بها تونس؟ يا سيفرين، شوش بها تونس؟ هذه رسالة في الدولة في أمس الحاجة. الواحد دولار من أبنائها اللي غيبوهم في الدستور، غيبوهم تعرف حتى في الانتخابات الأخيرة 7 مراكز ما فيها حتى أغلقت. هذه رسالة ربما لتوانسة في الخارج باش يعاونوا، اسمح لي باش يعاونوا ويستخدموا توانسة. يا تونسي يا في سويسرا رجعك من القفص. لكن اللي من ننسوه أيضا جمعية مرحمة. نعم. جمعية مرحلة هي أكبر جمعية مرحمة تشترك مع الدولة في إنشاء المشاريع، وأخيرا عندها مشروع ضخم بالشراكة مع الدولة الكويتية أيضا في نويل في قبلي، مركب ضخم وفيه ورشات إنتاج وفيه كذا. الآن المركب مغلقة، تعرف ليش؟ خاطر الدولة في البنك المركزي جمدت الأرز تاع مرحمة وآلين واحد في الشهر 2000 يتيم تدعمهم مرحمة في بيوتهم عند أهليهم، مش بيشتاقوا المنحة. هذوما ما عندهمش تنظيمات سياسية يا ودي، هذوما أيتام. هذه أموال تدخل البنك المركزي، معلومة منين تجي ومعلومة أين تصرف. هذه الجمعيات كي حسبها البنك المركزي، يعني حساباتها تقارير مالية موثقة، صفر خلل مالي للأسف الشديد. المشكلة يا سي فريد، رئيس سعيد صحيح عنده عامين ما صلاش، عفوا ما شفناش التصاور بتاع الصلاة، ماش حاجته بالصلاة من 25 جويلة. ما دغفنا بالصلاة سيد حسين، دغفنا بالصلاة باش ننتخب. هاو كان في مكة، أنا مكة حتى بطلع حرام، حتى أبو جهل في مكة وحتى أبو سفيان في مكة. إيه بوضوح، رئيس محافظ كيفاش محافظ شنو؟ نقنع الناس محافظ شنو؟ محافظ حط ايده على كتاب الله ويكذب، محافظ يعبث بعذابة الناس، محافظ والخطاب نتاعه الكل كذب، يحكي على الفلوكة نتاع في جرجيس معناها منقوبة، الثقب نتاع السفينة اللي غرق الناس والدولة خطاها. هي لك بالمقابل ما ثماش سفينة، ده انا ما عنديش تليفون، يقول عادل امام. نعم. معناها ما ثماش سفينة في العاصف المحجوز، ما ثماش سفينة. اي من العارضة منقوبة ما ثماش سفينة. نرجع للنقبة اللي تحكي عليها أو الثقب اللي تحكي عليها، ما يلقصوني في المطار يخرجوا منه في المليارات، ولا الثقب في دار يا ودي الدولة دي مغرومة بالحفر ولا شبه؟ هذه دولة ولا شنو؟ كما يقول مظفر نواب أتحافظ على اللفظ. نعم. ثلاثة نقاط وميزانية فيها ثقب كبير وطول، فيها ثقب مش باش نسد. معناها شنو الراجل يحكي على قاضي مرتشي شدوا تاجر ب 300,000 دينار، يتعدى للقاضي، القاضي رجع له السلعة يخطيه ب1000 دينار والدنيا مقلوبة. كلثوم كانوا اليوم تضحى، قلت له نعرفوك فاشل في السياسة، زيد فاشل في القانون. قلت له فاشل في السياسة، فاشل يا فاشل. نعم أنت فاشل، ارحل، أنت فاشل.